السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فارس. والنهاردة نخش نعمل درافت في برنامج كده، واللي هيطلع لنا في الدرافت هنعمل فيه تشكيلة على حساب ده، وهيكون معانا 54 مليون نروح نشتري بيهم اللي احنا عايزينه. فدلوقتي نروح على التطبيق، يلا. التطبيق اسمه اللي هنعمل عليه النهاردة اسمه فوت بن اسمه كده. دلوقتي واجهة التطبيق اهو، هنخش هنا على التلات نقط اللي هنا دول ونضغط دي كده، نضغط على كلمة درافت. طبعا هنعمل نيو. عندنا هنا بقى الخطط اللي احنا هنختار فيها. هنبذل افضل خطة فيهم في اللعبة هي 4-3-2. هندوس يس. تمام كده، نبدأ بالكابتن معانا. اوه مالديني، بص هو بصراحة انا بفكر اجيب هنري او مالديني، بس انا بفكر اجيب مالديني عشان هيبقى معانا في الدفاع اسطوري. طيب كده جبنا السي بي، تعالى نخش كده على اول اس تي. نخش على اول اس تي كده درافت. عندنا ديبالا، ممكن ديبالا، ماشي. هو ديبالا احسن واحد فيهم. بس نخش كده في ايكون. انا بحب الايقونات. ليفاندوفسكي، انا مش بحب ليفاندوفسكي. وما ينفعش طبعا نختار، مش هينفع اقول طبعا ان احنا ما ينفعش نختار بنات عشان اللعبه مش موجود فيها بنات. نخش على الكامبا ده ان شاء الله زيدان. حلو بورنس، مفيش حد دلوقتي لسه الدرافت، بس جه في الدفاع. ايه ده، نختار نبيل فقير. السي دي ام الاول، انا متاكد ان ده هيطلع لنا فيا. فرانك لامبرد، يا عندك روديجير، يا عندك فرانك لامبرد. انا بصراحه شايف ان لامبرد طبعا احسن. روديجير ده لو كان طالع لي في الدفاع كان هيبقى حلو. معانا هنا طبعا نختار الابا. هنا معانا السي بي التاني بقى اللي جنب، هيلعب جنب مالديني. اللي ليه الشرف اللي هيلعب جنب مالديني مين؟ مش عارف موجود في اللعبة ده ولا لا، بس هنختاره خلاص. الار بي بقى، هو الار بي اللي هيجي فيه كاف فريمبونج، ماشي. ال بي هنا طبعا كنا نختار دي، بس احنا تقريبا ما عندناش غير ده وده وده. تشكيلة وحشة طبعا. نختار جي كي بقى، لوبس، كاسياس. بقول لكم احنا نختار كاسياس للايكون. نخش بقى نشوف هنا. طبعا دول مش هنحطهم عندنا في التشكيلة، الاحتياط دول مش هنحطهم عندنا في التشكيلة. عندي ان انا احط ديفيس مثلا، على ديفيس. نخش على المركز اللي جنبه، لا مفيش حاجة اصلا، كده كده مش هحطه. هويلاند، دياز، بلاوفيتش. نختار بلاوفيتش، ممكن نختار ده شريت. هويلاند اخو هالاند ده. طبعا نختار ديمسي. اختار هنا اخر مركز موجود معانا الا وهو اختار ده. في طبعا لسه مركز كتير اوي في الريفيرس كمان. حلو ده برونو فرنانديز، تعالى يا برونو. برونو فرنانديز، ديمبلي اعتقد هيبقى افضل واحد. هو ديمبلي افضل واحد بالنسبة لي. الريفيرس اول لاعب موجود معانا هو جوريتسكا، صح جوريتسكا، مفيش احسن منه. انا لحد دلوقتي متلاقيش حد غير مالديني. محمد صلاح. هنا بقى مين اللي بعده؟ سامبا. مالين، يلا. ايه ده يا جدعان بقى، ايه الدرافت المقرف ده؟ تعالى مش كده ندوس اكس. ما هو مفيش فلوس، هنجيب التشكيلة اللي قدامكم دي. التشكيلة طبعا هي ليفاندوفسكي وديبالا وبرونو وبارنس ولامبرد وألابا وديفيس ومالديني ومينينكوفيتش، مش عارف انطق اسمه، فريمبونج وكاسياس. فدلوقتي يلا بينا نروح عند على اللعبة ونشتري اللعيبة. ورجعنا تاني بعد ما جبنا التشكيلة كاملة. تعالوا يلا نستلم ونشوف سعر التشكيلة كام. نخش هنا، سعر التشكيلة 54 مليون بالظبط. فالتشكيلة زي ما انتوا شايفين اهي، هي دي. فنروح دلوقتي نخرج من البيت ونخش نحط اللعيبة في المكان.
نخش هنا طبعا نخلي 4 3 2. فين 4 3 2؟ مش مفتوحة. يا شكرا مش مفتوح. هاي 4 3 2، الحمد لله مفتوح. الفيديو كله هيبوظ. نخش على الاس دي الاول ليفاندوفسكي، ونخش هنا على السي دي ام نحط الابا، ونخش على الاس دي الثاني الا وهو باولو ديبالا، وهنا نخش في السي بي الاول وهو مالديني، وهنا عندنا الكام الاول وهو بارنس، وعندنا هنا الار بي ياتي في ريمبونج ال 92. بعد كده عندنا في الجي كي كاسياس القديس ايكر كاسياس، وعندنا في الكام الثاني برونو فرنانديز، وعندنا في السي دي ام الثاني فرانك لامبرد، وعندنا في ال بي واخيرا وقبل الاخير يعني ديفيس الثاني هو ميلينكوفيتش. تمام، ودي هي دي التشكيله. تعالوا كده نطور، بس نطور سريعا، نحط كده هنا 2 باص. نعم نحط له شوتينج. تمام ماشي، لسه ما بيلعبش استي ده. نحط له بقى ايه، هو اصلا بيعرف يشوت. يلا هو ما بيعرفش يجري. عندنا الابا، يا ريت يكون بيلعب سي دي ام، يعني بيلعب ال بي. عندنا انا فرانك لامبرت، تعالوا نطور. يلا هنا هو فرانك لامبرت، يلا بينا نحط التطويرات فيه. اعتقد ده بقى بيلعب في المركز بتاع سي دي ام. ايوه ده بيلعب سي دي ام، هيلعب 88. حلو، ديفيز ما عندوش تطويرات، مالديني عنده تطوير، هنحطها 2 طبعا ديفندينج. حلو جدا كده. نخش هنا على السي بي التاني وهو ميلينكوفيتش، طبعا هو ضايع في كل حاجة، هطور عنده بوسينج وخلاص اي حاجة. عندنا هنا فريمبونج، طبعا طبعا مش محتاج ان هو يلعب، يعني نحط له واحد بوسينج. تمام، بيلعب ار ام، مش عارف اللعبة دي بتستعوض شكلها. عندنا هنا كاسياس، كاسياس طبعا طور عنده الدايفنج والشوت ستوبر. حلوة قوي كده، بص طاقة اللعيبة هنا. تشكيلة اوفر ريت، اه ده متطورش، كنت لسه هقول اوفر ريت تشكيلة من غير ما اطور. ده بيلعب كام؟ حلو، حطينا ده واحد. حلو معانا هنا ده، وده برضو متطورش. عم نحط له شوتينج لانه مبعرفش يشوط. يلا الشوتينج عنده بقى كويس كده، مفيش حد صح، كله طورته. طبعا هي دي التشكيلة بعد التعديل بأوفر 92 في لعبة اف سي موبايل. طبعا كان ناقص شوية حاجات زي ان ده يلعب سي دي ام وده يلعب ار بي، بس التشكيلة كويسة. فدلوقتي احنا هنخش نجرب واحد هيد تو هيد، ولو خسرت هعمل واحد من التشكيلة دي كويك سيل، فأنا مستحيل أخسر. بدل ما نخش هناك في الغير مصنف، نخش هنا بقى واحد هيد تو هيد، يكون واحد شبه أوفرنا اللي هو هيجي لنا مين؟ واحد اسمه روكسان، مش عارف اسمه غريب. فطبعا انا لعبت هنا مخصوص عشان اقابل واحد بنفس اوفري، يعني يكون في تكافؤ فرص. ادي واحد او 92 ومعاه توني كروس ومعاه بونوتشي، ودي تشكيلتي من الدرافت، تشكيلة اسطورية. فدلوقتي الكرة مع الخص، ديبالا الاول، يا ديبالا يسجل الاول. بسرعة
بسرعة، هيسجل هيسجل الأول. لا أوه يا كاسياس، أوه يا كاسياس، كاسياس لو كنت كملت بس يا كاسياس. صد انفرادة، يا نهار أبيض يا كاسياس. واحدة لبرونو، واحدة لبرونو، واحدة ديبالا. ايه التانية ديبالا؟ ايه ده ديبالا؟ ايه ده؟ مفيش غير ديبالا ولا ايه؟ مفيش غير ديبالا ولا ايه؟ تالت ديبالا، خلاص ديبالا حسم الماتش. واحدة بقى لديبالا، ديبالا يلا ديبالا، ديبالا سوبر هاتريك لديبالا. حاسين بهالاند، حاسين قصدي بليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي ولا كأنه موجود أصلا، يعني لاعب لاعب ما بيعملش حاجة في الملعب. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة، واستنونا الفيديو الجديد.